السلام عليكم، معكم خالد الكويت، وهذا السيزن الثالث من سيرفر ارت كرافت. اليوم عندنا اعضاء جدد تقريبا 5، كل واحد ان شاء الله بيعرفكم على نفسه. نبدا من عند فهود. لا عارف معكم نفسك. فهود حالكم؟ هلا والله عبد الرحمن. يا مرحبا، حياك الله يحييك. يا هلا وسهلا. والشخص الثالث اللي عندنا دحوم، 1 4 1 3. سلام. يا امي مشاكل يا انتم. لا الحب ما قتل. يلا عرف عن نفسك. تاز مكتوب عبد الرحمن، مكتوب اسمي فوق. لا والله تعبت صراحه. طيب وش قلت؟ طيب الثالث معانا ريد فوكس. ريد فوسج يوسف. هلا والله هلا. طيب في واحد هنا محشور ما ادري وينه. هذا هو معرف عن نفسك. برهوم او هاي برهوم كيساي. اي برهوم اهلين. كذا اهم شيء طول جد. اي شيء يقول الرياض. لا تحط خشب. ليشوفونك لا يشوفونك. باقي واحد يا شباب، ريحه خشب يا هوش. المهم يا جماعه، هذا السيزون الثالث من سيرفر ارت. باقي واحد باكس الدجاجه. سحب عليه. مو طيب انت محشور يا اخوي. معنا الحب برا. لا يا عيال حرامكم يا عيال. خلو معنا الشخص الثالث كرونيك. عرف عن نفسك كرونيك. معكم كرونيك كيس و ابد. سموني كرونيك عادي يعني. والله يا عيال ازبن يعني. لا مو كذا، هذا السيزن الثالث. هذا السيزن الثالث من سيرفر ارت كرافت. هالمره ركبنا مودات كثيره السيرفر وجمعناها واحنا اللي اخترناها على قولتهم، وان شاء الله تنبسطون تستمتعون. نورتونا الاعضاء الجدد والله. حبيب قلبي والله. الله يخليك والله. طبعا ما ردوا له على القدام يعني. طبعا راح مستحيل عادي حاله. مجموعه اي اكثر اكيد عاد السيرفر يبدا يتقسم بعدين. وبس يعطيكم العافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم عبد الله او هي. اهلا وسهلا. طيب ما معي احد انا كاش. اسفين. ابغى ثاب. هذا هاي هلا تكرافت. طبعا هيرو ايش اسمه داخل معي بذا، بس انه ما كان موجود امس بالتسجيل اللي كان جماعي. ف اصلا عادي اللي عندي يشوفون عادي. طبعا غلط مني طبعا. صك ام نومه. دقيت عليه لين احترق جوال. الله وكيلكم. ما حد ما رد. حمد تدري انك طفيت جوال من كثر المكالمات. والله طفيت جوال. ابغى اكلك لك 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 ازود. اخذ المقطع على نفسك انت. لا هاي معي. يلا قطة نفسك. هذا والله ترى الأكل اللي تقطيع حقنا وحق نفسنا أنا. هذا والله شيء جميل يا أخي. صح. الزبدة الحين بشرح لهم كل حاجة. طبعا شو اسمه سيرفر ارت كرافت الموسم الثالث صار مودات أو مودد، بما أن تعلمون أغلب العيال تفشوا من اللعبة العادية الحالة، فقلنا بنحط حطوا مودات بحيث أنهم ما يغيرون نظام اللعبة. زي مثلا اف تي بي آلات، يعني تسحب على اللعبة دي بس تصير آلات وما آلات. بسيطة هنا. لا أضافوا أشياء تضيف على اللعبة. مثلا عندك خلنا نوريهم مثل إيش. مثلا بلوكات، سيوف جديدة، وحوش جديدة، مود السحر اللي هو ثوم كرافت. شبعد دروع جديدة، سيوف جديدة، فيها شو اسمه أدفنشر المود يعني. مو يعني لا بس مو بشيء يغير. زي مثلا انه تلعب بس عشان ادفنشر. لا تلعب نفسك. ايوه ليش؟ طيب خذ الكوبلستون. في كوبلستون انا مسوي وحده. وش الفرق الكوبلستون؟ اقوى يعني بيطلع قطع اكثر ولا كيف توجع؟ الخشب تحس انك يمكن تشرب خشبه. حسيت تتخيل الزبد. الحلقه حسيت باحساس الشبه الصغير اللي تدخل بضفرك ذيك. طيب اضفرك تمون اضفرك انتم. والله ما بس انت اللي تقطع يا اخي. والله قطع لك من لحمي. يلا هذه لحمتين تستاهلي هيرو. تصدق تو هات لحمتين اللي نطبخن. حطيتهم بالفرن. باكر الزبده. خلنا يلا انا اخذ لحمك وانت اخذ لحمي.
يلا عشان حطيت لك العمدين الزبده بسوي لي اسوي لي دروع ولا اكيد اسوي لك دروع عشان اسجل باخذ نص ستاك بسوي لي دروع بسوي لي سيف وبيك طلعت اشم هواء والله من زمان عن ماينكرافت العاديه تستهبل ما ماينكرافت العاديه هديه بس انه يعني ماينكرافت عموما يب يب ايوه للي كان يسال احنا من اول قلنا انه ما راح ننزل ماينكرافت الا قليل فالقليل هذا راح يكون ارت كرافت بس يعني اها على بلاطه يلا يدحوا كيفني بالله انا اوكي طيب خلنا بسوي بس شو فيك انت ايش بك يا ولد اعطيهم وضعية الرعب طيب اوكي لا الله في انجس ايرون الله زدر الطالعين شو اسمه نجمع جولد في الاغلب نبي نجمع اكبر كمية جولد وراح خلنا اسبك اي ورع شو يعني زبدة لا تكون خلف اخر حلقة طيب وريهم. قلتها وريتها ما شوي. ما اسمعوا انا وريتها بقول شوي اما اي خايف شو لك سوي ما تريد يا اخوي طول الله الاول المشتركين اصبر ها لوكي شوف لوك ناركم يا هو بهير مو بس نسوي هذا نسوي هذا يا طويل العمر هذا بيطلعنا شوفوا انا طلع لي دايموند لا هو شوف كل حلقه راح نسوي تحدي بينه وبين هيرو اوكي الحلقه هذه راح نجمع جولد اوكي وراح نسوي اللاكي بلوك وراح نشوف ايهم احسن حظنا ولا هو يلا شوف قبل ما نصور انا طلع لي دايموند ايمرالد يعني البكاكسات لا ما علي ما ايش اسوي لك هذا انا ما اني منك انا اقول لك لا لا الحكمه بالتصوير عقب التصوير لا 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 اصبر يا رب موجود لا والله موجود قهر طب علي الله وكيلكم ماج مكيوب وشاك من يقوله استغفر الله العظيم طلع والله جبت جاني فول ارمر دايموند وجاني شلمين انت ما تدري افلقني زبد انت بترى فيه وحوش جديد اما الامه داعي تنبقس نظرت الكابين كذا كله لا ما مريته كله الزبده ما معي تورجز ايوه ما معي تورجز وش الصوت هيرو اوه ما معي شموع ما معي شموع جيب شموع اي لان تشوفون هذا اللي فوق اللي اسمه سان هذا شو اسمه اضاف مود اضافته انه مخ للاعب بحيث انه لو دخلت الظلام يبدا يوسوس باشياء وزي كذا فهمتوا يعني واحد نفسيه وبس معك خشب معك ستيك معك شيء مره معي بو ينفع ايش اسوي بالبو احط فوق شمعة تطلع شمعة بو ايش فيه لا بو محترق فهمت لا تعود لك والله انا تروعت يا حبيبي مو بو اصبر اصبر كل اصواتك الخايسه الزبدة انا بدور جولد قلت حبتين هيرو عاد النظام وهنا هيرو وش النظام مساعد يعني تساعدني وساعدك وكذا يعني النص بالنص يا دحوم ايش دعوة لا انا قصدي ايش واك خلاص يعني اول ثمانية جولد لي اوكي بنحاول ندبر على الاقل شيء ثنتين لك بلوك دقيقة طيب والزبدة لازم قبل ما اجيب خشب بس اي لازم يا دحوم اجيب لك ما يخليك تحت يا اخي ما تلقى لك بلوك بالكهوف لا بالكهوف ما اعتقد انا استهبل ترى والله ادري ان ما تلقى بس قول ليش ما تلقى يعني اصبتك صاد اوكي افايد الحم هذا خلت اطقطق علي الزبدة يعني اللي بيشوف المود هذا ومحملة حاول انك تقترب اللي اقرب منطقة نور حولك عشان ما تجيك الاصوات هذه اللي قبل شوي لا بيوسوس كيف خلنا نحط 16 جايك يا رب اعطيك شموع معي ستوك تقريبا تسمع إني اصوات يعني هنا ما في تدخل بدون شموع لازم تشمع حتى لو معك اكس راي ما ينفع جد مع انه ما ادري ايش دخل اكس راي بس اعترف هيرو عندك اكس راي اي شوفوه يعني اذا وصلت 0% يشتغل اكس راي والله ثامر تو يفتح الانفنتوري اوه شكله تو يدخل خلنا نشمع هنا افتح يا يا ساتر هير لك شوف تعمل انت ما ادري الظاهر جمع الايرون يطب عليه جمع الايرون طيب يا قاعد ادور جولد دحم دقيقة خلنا نشوف استخدمات الايرون ايش فيه نستخدمه طيب غير اوه يمدينا نسوي ايرون بو والاشياء ذي ياب تصدق نسيتها انا قبل شيء كنت بقولك نقدر نسوي جرس الله وش ذا لقينا الجولم
يا حبيبي حتى نا طيب هذاك نور قلبي إنارة مقصات لا والله في بيصير أشياء جميلة جدا الله في سيف اسمه سكريلت 4D قوة أتاك الدمج 17 هذا أول ناس لازم نسوي حنا وياك يبيله بس نذر ستار ينزل يا نذر ستار والله في سيوف في أشياء جميلة وفي أزين شيء إنك مديك تسوي السادلز الحين سادل بس مو بالسادل سادل يعني سادل أبو نص لفة سادل صيني وبس أيوة. دحوم أبغى تورش أنا أصير لك تورش يا حياتي دقيقة يا عيني يا تورش أقول أعطي تورش والله في آيرون هنا ما أخذته خلنا جمع آيرون يا هيرو كنت نازلين كيفنج يا ها وهنا حاشر دحوم معك معك انت كول يب خلاص امسك اجل كل واحد بيسوي ذكاء ثاني لا بس لانه معي شمع طيب صار معي ستاكس شمع الظاهر مدينا نضبط وضعي فيه اكيد جدا بدك تضبط يلا هنا خلنا اوريكم شلون احفل انا يقول انه سليب اذا طالع يارب المطلع لا انا ليش جيت هنا انا مفروض ما اجي هنا طيب كويس نطلع ولا كيف قال لك سوري جيزي يقول اوكي طيب شوي ونرجع لكم باكي بنلكم اوكي طبعا رحنا ندور كيف قبل شوي فجاه طلعنا وجينا ندور كيف حرام عشان جولد بدل ما نصور تشعبي اوكي وهيك ما نبي نطول يب يعني عشان ما بدل ما نقدر ندور مع انه مخصر بجنب بيتنا يعني ما فينا شيء طيب دحوم هلا شاف كذاب اما عاد تكذب يا لبا خلنا نجيب حقة الثوم كرافت لانه ما الحين ما في زي اف تي بي من اول جمع ذا وخلى الاشياء المخيسة بعدين ما في كواري الحين لازم نتجمع هذا خلنا نشوف ايش فايدته الحين هذا ايش فايدته لا لا هذا بالسحر يا دحوم بعدين يمكن نحتاجه بالسحر خلو بعدين بس الحين صار يمدي يقطع نفسي ها شوفوا ايه ما نخلي بريهم لحمي دحوم هذا كيف يسويها كذا تقدر تحط مثلا خشب تقدر تخليها خلنا نوريكم كيف تسوى كنايف كذا هذه هي الكنايف وود كذا الفلنت وفي كوبلستون في جولد في ايرون في دايموند بس والله ما ادري ايش اسمه بنفس الطريقه ايش اسمه المود يا هيرو والله ما ادري زبده ليش العمودات هذه هذه ايش هو انا اشوف اصبر وين الكنايف هذا هو اسمه كان ما ادري ايش هذا وشفتوه الزبده عجبتني خقيت معها صراحة ليبي نظر المدن فيري دي نظر عندي والله جاي يا رجل بلاش يب ما علي ما علي دحوم اصبر اصبر شلون نطلع الرادار ما في رادار ما في رادار هذا لا هذا ما في رادار اصلا هذا مكتوب في زينس ماب نو رادارز عشان ما تغش كلب اعرفك انت غشغش ما ادري بس كده هو حاط انه ذا لانه ما لقيت نسخة فورج الا ذا اوه كذا الدعوة تخيل انك بالمينيماب شوي والله اخي ما احس فيها شيء ذي الرق الكبير تحسه زي اللي بالتويلايت وين تويلايت اللي قدامك ذي اللي فجأة طعس كبير ما يفرق دحوم لا انا اقول احسها نفسها اللي بالتويلايت ايوه ايوه شوف 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 ذا شوف ذا شوف ذا شوف ذا حمار الوحشي دقيقة حمار الوحشي حمار الوحشي حمار الوحشي توانحيش تعال ناظر ناظر قطع قطع قطعه ايه اصبر الله ما يتقطع تصدق اذبح واد موت يا واد انا عن شي كلامك قلبنا حمر وحشي طيب خلينا نشوف طيب قطع وايلد هورس لا هذا حصان بري لا لا هو البقر البقر هو البقر اللي ايوه هنا هيرو في شيء ها وينك هاني هنا مشكلة ما عاد اشوف وجهك هنا وين هذا هنا وراك يا حمار والله لو انك حول وراك يا ابقر وراك هنا هنا اي اي ايش هذا ما في شيء ما في شيء هنا ما في شيء بلوكات يعني بس كذا يب
والله غش جاري. خل نجمع يا رجال والله انا شيء الزبده شكل في حاليا درعمه فسكت اعرف انه تمت الدرعمه. طيب خلينا بس ادور كيا. اوه شجرة ثوم كرافت الله. اوكي الظاهر ما تحت شيء. اي لا ما بها لا وين الكوف. طيب يا اخي ما في كوف هنا ما ادري. في 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 تعال تعال هناك تعال هناك لحوم اجيب لك لحوم. وين اصبر اصبر وينك يا يرو ما اخوذه. ها 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 شلون لكي بلوك ما اخوذه وينك البيت اللي انا فيه حق لكي بلوك. والله لقيت ثعابين قدامي هيرو انا بروح اقتلهم. ثعابين وين ترى في ضبان يا عيال يلحن شكل وين شكلك يلحن ابليسك. ايوه ايش طلعت دقيقه. اوه طلعت لي بيض. ثواني اطبخ البيض يطلع لي اوملت. هي ورع كيف اوملت بيض ثعابين يطلع اوملت وين سلامات. هذه الشقة تعال نوري امي ايش تعال عالية بنتي الشلب. ابغى بعض ابغى بعض سوي اوملت من بيضك. والله هيوب مات. مات في ايش اسمه ما ادري وش ذا سوارم وش سوارم سوارم حقت وائل همزه. هذا كريستريك. طيب دحوم وينك؟ انا عندي اللاكي بلوك تقول انت اللاكي بلوك المصروف اصرف. طيب الكوارتس الكوارتس ترى غالي يعني بالسيرفر هذا. اوكي لا بس وين بتحصل كوارتس يا بجم تقدر تفك اصبر اي بس النظر تقدر تجمع يشك نظبط ديكور بيتنا بعد شوي لين نسلك ولا خله بعدين خله بعدين ناخذه خله بعدين ندور كهف الحين المهم. اوكي هذاك ايوه هذا كهف. لا والله تعال تعال طب هي يرو طب هنا يرو. اه تعال شوف تعال وشو شو قندس قاعد يحفر الكلب. تعال يا كلب وين هذا الكلب شوف يا ابو هذا الكلب اطلع اطلع يا كلب. لا ورع هنا لا ضربنا نفسنا. افق افق يا كلب يا ورع تعال اطلع يا كلب. اه لا اخذته انا لا انا اللي اخذته يا كلب. اما ولا انت ليش الزبده قلت لك يا كلب بس لا مولي اخذته الله يا اخي معك. انا من اليوم ادور مدو ادور هذا كف هذا كف هذا كف. اصبر شكله كذبي. هو اصلا دخلنا من هنا عشان نروح الكهف هذاك اللي قدام. اي احنا نعرف بس انتم شفتم اخي ديدنت والله ادحم. ايش رايك ايش تعال تعال ديدنت هذا الملحق حقنا ايش رايك. الله احب الدوار اللي زي كذا نيجن خلنا كسر الايرون. امشي انا اشك في كهف وراه ما ادري ليش سبت هيرو. وش المنطقه اللي انت ما اختارها ما طيب خذ الايرون يا هيرو. ما انا باخذ ايرون يا اخي بدور كاف ثم ناخذ ايرون. طيب اوكي خلاص دور كاف يا بابا لين اخذ الايرون انا. خبر كل بدايه لازم ايرون. احا انت تدري ايش ودي؟ ودك تفتح اللاكي بلوك تطلع لك ذيك اللي كانها بركه مويه تحط بكوين. يا سلمني على وش يطلع؟ يطلع لك بيكون وايرون ومدري ايش. ما يمدينا نفكك البيكون؟ الا انا عشان كذا اقول لك تاخذ بيكون تاخذ بلوكات ايرون. ايوه طلع ذا الزق هذا كله. طيب دحوم الحين انا شلون انزل؟ ايوه لقيت كيف مو بكيف قصدي شو ذا؟ انا بريفين يا دحوم. والله هذا كان ريفين لخم امي وينك انت؟ انا بريفين يا اخي المشكله اني ما اشوفك. اهم طيب وقف 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 وين؟ وقف اوه لقيت الريفين لقيت الريفين. يلعن شكلك يلعن شكلك. عندي كلب. اوه بالريفين تبدا دحوم نظري نظري دحوم جود باي. والله ما انت احسن منه. لا بس انت تناظر على نظرك. الله قطعت لحم هيرو. لا من هنا من هنا اخذت من اللحم يا صنع عادي
الزبده يلا يلا عليك عليك فيه عليك فيه. اوكي انت فلك ام الحين. تربتت اوكي زومبيز اول زومبي شوف شوف الزومبي كيف اطلع منه لحم. اللحم اللي طلع الزومبي كويس ينوكل يعني. اصبر خلنا اشوف اتوقع تقدر تطبخه. لا والله تسوي منه سيف تسوي منه بوشن اسمه اسنس اوف مدري ايش تسوي منه بلوكة الفلش تسوي منه الزبدة دحوم. انا دخلت كيف كيف صدزي 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 اي صدزي صدزي مو بريفيل والله لقيت بامكنات. اسلام ترى عندك كولم شكل فيها احد شكل في احد في احد جاي المنطقة ذي شكله. لا ما اظنه محطوط بيكن ملون مو بيكن قصدي بامكن ملون منور منور طيب. حلو وش اللي طيب قل لك بامكن ملون ما اظنه. ليش ما تظنه؟ لانه ما في شموع بامكن منور. طيب وفرض لنا من اللعبة في مود زي كذا اتوقع. انا هذا خاف اقول من المود ولا شيء. الزبدة دحوم لقيت الكيف الصدزي. ها 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 وينك طيب يا زين الجولد جولد جميل طلعت اول لك بلوك يا دحوم وانت توك صادي لك بلوك لي يلا طلع لك انت. لا مو على كيفك ما علمي يلا قاعد ادور قاعد ادور قاعد ادور ما احنا اصدقاء صح ولا لا خلاص سوي لي بلوك مثلا سوي لك احنا احنا اصدقاء انا بس انا لا لا انا اسوي لك بلوك سوي لك بلوك ما 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 بخسر انجز اه قاعد تني بوك صح لا تخبينا يلا سو يا الزبده اجيب حقه السحر. انا قاعد اجمع يعني ما انت مجمع شيء ما انت مجمع الا ايرون و يا بلا بيطلع لي برونز ولا تن ولا كبر يوه هو البرونز لا صار البرونز يا دحار كبر كبر يا اخي احبه يا اخي كذا لونه عجيب تستهبل يا اخي احب اللون البرتقالي صراحه انا دحوم انا من افضل الالوان بحياتي البرتقالي شفنا ان متوافقين في اشياء كثيره حتى ارت قرار دخلنا مع بعض ارت شو اسمه انا اختفيتها اردي جرافت يا ساتر شلت ام الاسم يا واد يلا ما عليك ما علي ما علي صص لا تعلم احد يلحم هو صح نصور يمتن المحاد يا ساتر جلت ام الاسم يا واد اردي جرافت سيرفر جديد هذا يا عيال جد لا يموت بيصير الى اردي جرافت ايوب لا والله طلع هارت كرافت خلاص والله اسف والله اسف يا سامج والله انك سامج جهير والله يا اسف والله يا اسف طب سلكول عادي يا الهادي سلكول يا ابو العذر السماء يا شباب تخبرون انت اول مقطع زي كذا اول مقطع يا ساتر اي اول مقطع بارت كرافت طيب ايش دخل يعني الزبده وش وضع الريفين بدا السير ما هو مستح يعني تحس انك مسوي جريمه ولا شيء اوكي اخ طيب يلا خلنا نقفل الكابل الله ايوب كان تو داخل كيف دخل ما انت مركز على الشات حبيبي طلع هشون لخمت انا فجاه كذا كنت قاعد اقفل لعبه ماني منتبه اصبر فجاه شوف ايوب وراه طيب نو يلا نصور نو بروبلم سلام اي اشوا يطلع لحم ناطر ما ادري نطلع ولا شوف السالفه الحين لا زم يا سلام كلهم ركب كذا اها ها يلا هذا ايرون دحوم يلا وين الجولد حقك يلا اخلص علينا الله الله نسيت الباكيت اصير لك باكيت يا يعني تعجب بسم الله حسبي الله عليك انت وفيسك ضفجك ابع طيب وجهك يا اخوي
جولد هذا اللي حقي والله انا خلاص ما نبي الجولد صحوم انا قايل لك الريفنات بس السيرفر شيء مره شكل نتي بيطفى او شكل الكهرباء بيطفى فجاه شوف اللمبه قاعده تكبس لا ما عليك ما عليك ما عليك ايوه لا 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 تحت لافا والله جبت محط على الارض يا هيرو يا الله ما اصبر اذا كان عندك باكيت لا اذا كان عندك باكيت دحوم حطه بالله شوف لنا حل يس طيب يس. انا معي حبه معك باكيت طيب دحوم ايوه هناك في لا لا والله ما معي باكيت بس معي كوبلستون اقدر اسوي معك طيب ايرون والله في جولد كثير هيرو ياب مره كثير فيه بس طيب وين راح احدد اروح هناك ولا انت راح راح شوف شوف راح راح لذيك راح لذيك راح لذيك هناك في واحده شوف في هناك وانا بروح ليسون اوكي لانه ترى يا عيال دايموند اللي معي هذا من اللاكي بلوك اذا حصلت لاكي بلوك خلاص اذا انت وضعك بالسليم لا مو بضعك بالسليم يعني انه يعني احيانا شو اسمه احيانا اغلب الوقت يطلع لك حظ كويس اغلب الوقت لا تفقش علي مدحهم هل شقلبوه قبل شوي الماجما كيوب ما ادري الماجما ذا هو انت ما شقلبوك الماجما كيوب لا بس بالجيم مود يوم اجربها بالجيم مود بس خلاص هذا قلت اقلع اصواتك يا شيخ دايموند ان ذا سكاي اما لقيت دايموند يا شيخ برايك لك دايموند شوف يرو شوف عشان نصير اصدقاء ابا ذا وارسل احلت لي عشان يجيني يجيك يديني انك انت اعطيته هديه لا حلت لك خلاص دايموند ايه جت كلتك ايه تبي الاشياء من تجلى ترقي يرو ما تجزم بالسلسلة هذه نحاول نخلص تشالنجات ماينكرافت كلها والله والله ما تجزم ما عمري فكرت اسويها ترى المشكله اخر تشالنج حق التنين طيب احنا بنقتل التنين ولازم احنا نقتله لا 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 لازم نقتله لازم نكون موجودين هو يموت الله يرحمه يعني ايه هاي هنا كده بنكون موجودين ان شاء الله باذن الله اذا ما صارت عاد اخاف انام يا دحوم زيك انت كده حيوان ولا شوف 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 نخطط عليهم نروح للاند هنا ونقتله ولا يدرون ديور وذا نسوي نفسنا ما ندري شو السالفه اوه من اللي قتله يما مره مو زين يلا عيد العالم اخاف تصير يا دحوم ويحطون السبه فيه لو يتابعون المقطع نروح فيها الزبده العيال يقولون سليب يلا يلا برب يلا برب لين نرجع هاي وي باك الزبده ما ادري ليش فجاه الزبده يقولون لا تلعب بنار تحرق اصابعك يا دحوم انا قاعد العب باللافا خايف كنت هيرو يا خبل انت هيرو يا خبل انت هيرو يا خبل هيرو حاول يسبح باللافا ها وش يوه مقر ايش صاير لا مودي كيف كذا ما ادري يمكن مودي قتل مودي بس كم مودي زبد انا اشوف جولد كثير هناك اشوف جولد بان الجوع الجوع اما قاعد يقطع نفسه يا مودي تخيلت مودي قاعد يقطع نفسه كأنه شاورما يا اخي الله ياخذ حسبه تعرف لا قعدت ذا فجاه تحسب ايه شينا الزبد لازم تعود لا انا كل شويه حاسبه فيه شو اسمه موبس موبس بيومي صوت كذا مشكله بسم الله في لاق بلوكات شوي يعني يب 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 لاحظت الشيء هذا يا هذا هو الصوت اللي اقصدهم اوكي قاعد اكسر ريدستون اهم شيء ريدستون عشان بدل لك بلوك ايه صح 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 الظاهر انا قاعد اسوي كليشت ايه ما نايم على فراشه قاعد يقطع من اللحم من نوع فاخر بعد فلها
اح الزبدة. اتوقع الحين مع ستاك يا رجل. طيب دحوم ها نطلع دقيقة دقيقة هنا بجمع الجولد اللي عندي هنا عشان نطلع ونشوي اي بس يا بابا. زبدة ما اعتسى ولا تحركت تبع نفسها بعد اي وره. ما ادري احس جسمي يشيل المود السبة مود الكلب. يوهو هيرو بالله تعالي شوي. أفا بدأ جلد كرونيك. أبغاك تكسر الجلد اللي فوق لأني وصلته وانكسر انكسر شو اسمه البكاكس حقي. أي جولد؟ هنا عندي بعد جولد وراك. تدرين 120 حبة جولد الحين؟ ها؟ 20. أما؟ والله. أنا معي 20 برضو. يعني كل واحد يقدر يسوي منه 2. وهنا في جولد بعد. ياب 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 ياب. اصبح انا كسر لابس وهنا في جولد. واو ابعد ابعد دحم يرحم امك ما بيطب كلاب ابعد ترى بتكبعد ابعد. طيب كسر لا انت بتحت لا تحت لابة ترى تحت لابة. كسر البلوك ذي ولا كسر البلوك اللي تحتك. اصبر يلا اصبر والله بغيت امحط على اللابة الله وكيلك. يلا خذها. انت تعرفون كم الجولد ثمين؟ طيب هناك في جولد شوف هو وريدستون هنا. هنا هنا هيرو 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 هنا هنا عانى عانى. اوكي اصبر يلا بروح اكسر عشان عشان نروح خلاص نطلع مره واحده من الكيف. خلي تجميع ثاني بعدين. يوهو خلاص اطلع من عندي هيرو. وين شوف انا حطيت وراك بلوكات ارقم من عنده وين اطلع. اوكي هوبا هوبا هوبا. اوكي رجي دخل ويلكم. زبدة اقسم بالله طريقكم يروع. تستهبل يا حبيبي متاهة الموت. زبدة ذا الكيف لازم نجيه مرة ثانية. يب 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 مرة مرة يا حبيبي. ريفين على ريفين على ريفين على ريفين. انا احس اشم جولد انا هنا شم جولد هنا. ها هيرو وصلنا لدرجة انه بس ما بعد لدرجة شم جولد هي ورع. لا لا شمه بر. لا لا الريحة بعدت شوي. سرف سرف برا. ها يا والله انك مركب اكسري اكسري حبت. اوه شا كيف اطلع دحوم. ها كنت اشم جولد بس طلع دايموند يا اختي اسم الله. دايم شم جولد اجل خافك اشم جولد يطلع لك اوبلستون. كان يدلمح في كريبر انا هنا تقول له يتلا. اوكي بدأين هب اللاعبي زبدة. انا ما ادري معين اطلع هيرو طلعني. اصبر الحين اجي اطلعك. ما طلعني ولا طلعك بسرعه هذا. اطلك امشي امشي امشي. ما هو انت اللي تطلجني اذا امشي امشي. وين وينك انت امشي انت وينك امشي. احنا طلعت نورني ها والله. قطع عمودي صدقني استهبل. ما خلاص الحين القتلات كلها تقطيع. الزبده يا ولد لا تقرب من مودي الحين اقول لك. طيب يا حمار ترى احنا جينا من هنا. ايه مسوي دليل لو مسوي دحوم. انا الدليل يا اخي. ايوه ايوه انا لقيت اللعبه شوفها معها. هو ترى من السيرفر مو من يعني. شوف اظن دحوم انه من هنا. ياب ياب من هنا. ايوه ايوه كان لاقي بلوكات وفجاه كنت قاعد ترقص بالبلوك. يجيبني مرورك من اللعبه ولا كانك شفتها. من انت يا اللعبه زبده دحوم ضعنا. انا قايل لك ايش رايك بس اشير على فوق بس واطلع. والله بما انه ريفين يلا يلا اطلع 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 يا زيب. ابو الشيخ ارتفاعنا ترى بس ما معي بكاكس انا ولا شيء. مالك كسر لك كسر لك ايوب قاعد يموت بس.
وشو ذا؟ انا بشمع لك انا. شوف لو تعال على جرافل ترى بش. لا بحاول اصبر اصبر خلك حولي. دقيقة بس حطوا شمع هنا. اه كرامان! يلعن ابليسك! ابليسك يا هيرو يا كلب! حط بلوك افتح بلوك يمين ولا يسار عشان اشمع بسرعة سريع. خلاص بس. وزبده زبده ابعد بيطيح بلوك بيروح. راح 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 كسر من هنا خليك على شكل درج. كسر على شكل درج قدام من هنا من فوق من هنا درج. ولا راح سيد من هنا لا من هنا بحر. خلاص روح. والله اطلق يا حبيبي. تستهبل عشان ما اقرب ولا هم يحزنون توطية الاقرب بغيت اودع الملاعب. بلده يهد الملاعب وانا اسوي بول حلقه. اه طلع عليه جول يدحهم والله. لا هاد سكيلتون نلقى سبونر هنا يلعن ام الفله والله. قول ودك اسمع بين الودك اشو حسبتك تشم سبونرات مثلي. الله 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 نقطعكم لحكم بلاش. دحهم بطل تقطيع تحس اني ماسك يد زومبي كذا تقع ريده ثانيه تقع الراس تقع. وينك طيب ما رقيت انت قاعد ارقى وين طيب فجاه نفس الطريق اللي ذا رقيت منه مني عجبني المسمى هنا روح لا يا ورع حسبوا انك مقطع عن الحين خايلك مقطعك وماكلك احح الو سيزي حقين ذا واكينج ديد هنا خلاص طلع والله دحوم لقينا المخرج لقينا الكيفز والله احفظ 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 الشجره ذي شوف الزابن هالب الكيف الزابن طيب شلون وش البي واي بوينت بي بي حرف الان لا اصبر حرف البي خلاص سجلت اوكي سويت له سيف اوكي يلا طلع اوه وش ذا خلاص سجلته انت خلاص زابن الله وكيلك كهف باتمان ذا ما ادري ايش كان زبده كلهم لهم كوفي باتمان كلهم لهم كوفي دحوم باتمان وسبايدر مان الكهف زابن كانه باتمان وين كانه كهف باتمان قلت انا زبده خلاص مشي لك المره على طاري نزلت خلاص اساسن كريد يونيتي يب اوكي والله والله اشتريها ايش رايك على اي جهاز هلا بعد التسجيل قد تسألوا متى تدري مين هنا ولا هنا ولا سبده ما علينا سبده خلنا نرجع للبيت هوب اضمن لك اثنين بيشترونها على الجهاز ذاك وما عليك انجد عشان نصير فيها الكوب وكذا ولعب حماس طقطقه اهم شيء انت بس اي جهاز تروحنا معك يا قلبي الله يسلمك خلاص تشترك سبك عشان يتحوم خلني اشتريها على الويو صح ما نزل اح والله ما اشتريها على الويو لو اني ايش اساسا عندك ويو اصلا اقولك لو اللعبة اللي ابيها يدحوم وتنزل على الويو وما شريت الويو دوب الزبدة الويو ذا ما في يو اكره ليش الزبدة هذا بيت الاليف اذا وانت عندك عدد دحوم تعال 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 وشو تعال دحوم تعال تعال وقف قدامي كذا قدامي بالضبط لف يسار شوي اقمز لا عيب اقمز عيب لا كوري ماستا خلنا نحط الجولد حط الجولد خليه يطبخ نوقف الحلقه اي نوقفهم لين نحط الكمان نضبط اللاكي بلوك بس انا بوريهم كيف اسوي اللاكي بلوك عشان قبل ما نرجع قبل ما نروح اوكي بلوك هذا اللاكي بلوك الفري لاكي بلوك كيف نسوي ما ادري ما يديك تسوي بلوك فانا بيسوي فري لك واحد اثنين لك بلوك الواحد ونرجع لكم يلا باي يلا ها دقيقه تعال شوف قرديك خذ باخذ اللي ورانا وانت خذ اللي قدام اوكي ما خذ السكين تقطيع هلا بعيال طيب اصبر مشي اوكي باك دحوم ابعد عني يلا ابعد عني خلنا بس مو بزين الحوم يلا صور هيرو يفك لك بلوك اوكي
اصبر اصبر خلي 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 يلا تشكا تشكا لكي كاو وش ذي وش به شو اعطيك ما ادري دقيقه خلي 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 دقيقه 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 الحين تشكا 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 هلا بالمزه بتقطيع خلاص دائما ذا خلاص ما يحتاج لا ما يحتاج ثلاجه دحوم دحوم انت مصور قبل شوي اي خلنا بعدين يلا هير لا تتحركين وقفي يلا بيك تشكا 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 لا لا شو تقطيع 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 يلا اللي بعده غير اللي بعده ثلاجة يلا كم حسابك هنا شوف 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 دبنا اندر تشست امه اندر كبير طيب حظك عند اندر تشست وكاو بقرة زبدة واحدة كويسة واحدة مو كويسة يعني على الاقل شيء ما طلع شيء مخيس فاهم يا عيال بحط هنا يا عيال يلا يلا اصبر اصبر يلا شوف شوف تنتي يا انت لك وش يقول شو يقول ادري يقول ان حظك مخيس ذيرز يور بروبلم بالله بالله هيرو 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 اكسر اكسر عشان اي واحد يجي يقول هنا احنا مسويين هاكر حاطين شو اسمه ما ادري وش ذا طب ما التحكير بنجاح اكتب ايوه يلا اكتب اكتب بس تعال تعال طيب تعال 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 لا ما اجي يا حبيبي تعال طيب قرب ناظر ولا بس لا وكارو يا الله يا دحوم حظك السيء يا دحوم طيب كب لي مويه يوه والله يا حظي يا عيال مو بشين بس والله عين هيرو صدقوني هيرو دايم مسكين عين زبد الله 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 رجعت رسبون الزبدة بس هناك وصل لما مقطع بس قبل كل شيء ترى مودي يفتح قناة للي ناظر احنا ناظر المقطع مودي يفتح قناة ونبغى دعمه نبغى دعمه نبغى دعمكم له حلو نبغى دعمه الزبدة انه بس تحصلون رابط القناة بالدسكريبشن وتحصلون رابط اعضاء السيرفر حق نارد كرافت الجديدين والقديمين تلقونهم تحت بالدسكريبشن فبس ما عندنا شيء ثاني خلاص انا بقول وبس كذا كان كل اتمنى الفيديو عجبكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تضغطوا لايك وفيفرت حظي يا زمن دحوم حظي يا زمن دحوم الحلقه هذه احسن اقول لك الخيوله الاصيله تلحق لا 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 الحين احنا بالفيديو الحين مالي دخل لا 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 الزبده انه بس طلع اليوم لاعبين اسودين بفيفا والله من الحظ يا حبيبي حظ ايوه كلها كلها بنقول يعني حظ طوط لا حظ ظاهر يعني مو بحطوط يعني زبد بس هذا كل مقطع من الفيديو عجبكم لا تضغطون على زر اللايك والفيفرت والسبسكرايب اذا ما كنت مشترك وبس هذا كل عندنا تحيه مني ومن هيرو لكم وهي للقاء